أبداً أبداً. أنا اللي قلت لك مسبقاً وش اللي كان ربما نقطة واحدة كنت نزعل منها، ماشي نزعف عن ما حفيد الراجي حطوه في الشامبيونز ليج ولا لا، سبحان الله يعني نقول لك ممتاز كمعلق. كنت نزعف في مباريات الجزائر أنا عمري لا يكون اسمي، يعني دائما نفس الشخص، مش معناتها حاسده ولا حاجة، يعني هذه الإدارة مش هو اللي راح فرض عليهم وقال لهم لازم أنا نجوز وفلان وفلان ما يجوزوش، لا مستحيل هذا ما يديرهاش. ولكن أنا شخصيا عندي عزة نفس نقول كيفاش يعني علاش ما تعطينوش فرصة، دائما نفس الشخص هو اللي يعلق على مباريات الجزائر، أنا قد نحب نفرح ونحب نعلق على الجزائر وكذا، خاصة عندما كانت المنتخب تاعنا كان في المستوى وكان كبير وأدي مباريات كبيرة. إيه هذه دي، ولكن مش قضية حزن أو نحبنا نعلق على المباراة، لا هذه اختيارته، ولكن يعود كل هذا يعود للمسؤولين، مش ماشي الدراجي اللي يفرض عليهم يقول لهم ديروني أنا وما ديروش فلان، لا 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 هذه لازم. ولكن أنا كنت صح ما يعجبنيش الحال، كنت نتمنى ندير مباراة على الفريق الوطني لكن ما كنتش ندير، درت ربما واحدة ولا زوج وأنا في بين سبور من زمن 100 مباراة. إيه هذه هي.